كلام الله سبحانه وتعالى وخير الحديث حديث محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة. أيها المسلمون نسلم عليكم تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فخطبتنا اليوم إن شاء الله سوف تتحقق وسوف تدور إن شاء الله في فضل الوضوء. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء هو الطهور. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضا كما كان يتوضا علماء السلف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا كيف كان يتوضا. فايها المسلمون حيث نقول نتوضا كما كان يتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب على كل حال ان يكون صحيحا. فيا ترى ان المسلم يتحقق بكيفيه وضوئه انما يتوضا. فعلى المسلم ان يراعي ان الامثله ليست لها الصلاه. الصلاة غير مقبولة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك تطهروا فإن في الإسلام طهارة. أيها المسلمون فلا بد أن نطهر أجسامنا أيها الإسلام. الإسلام يريد الطهارة. الإسلام لا يريد النجاسة. فهناك فرق بين الطهارة والنجاسة. النجاسة ليست مسموعه ولكن الطهاره مسموعه. وما هي الطهاره ايها المسلم؟ ما هي الطهاره؟ فاخبرنا بان الطهاره تنقسم الى اقسام. فاخذنا الطهاره المائيه، طهاره بدنيه، طهاره الوضوء، وهي طهاره الخبث والحدث. اقول قولي ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه انه كان غفورا رحيما.